صباح الخير يا أصدقائي، أنا المعلمة أسماء، أنا اللي هدرس لكم اللغة العربية. هتشوفوني مرتين في الأسبوع. أنا مجهزة لكم شغل كتير قوي هتحبوه، مستنياكم. أنتوا ممكن تشوفوني بشكل مختلف شوية، ممكن أكون لابسة الماسك ده، وكمان هنلبس ده علشان يحمينا من أي حاجة، ولازم نغسل إيدينا كل شوية. أنا مستنياكو، مع السلامة.